عندما نتكلم عن الأكل الفرنسي من الصعب أن ننسى خبز الباجيت الذي انتشر عالميا، فيجب علينا تناوله عند زيارة عاصمة الأنوار باريس. يبلغ سعر الباجيت الباريسي ما يقارب اليورو الواحد، وتنتج فرنسا 6 مليارات باجيت سنويا، أي ما يقارب عدد سكان الكرة الأرضية. وأنصح بتناول الباجيت مع الأجبان أو القليل من الزبدة الفرنسية، كما يحبذ شراؤه يوميا طازجا، ولا داعي للقلق إذ نجده في كل مكان في هذه المدينة. لا يمكن زيارة باريس من دون تذوق الحلويات التي ذاع صيتها عالميا، وأشهرها الماكارون. بألوانه الشيقة ومذاقه الرائع وحجمه الصغير يغرينا لدرجة تناول قطعا عدة منه دون المبالاة بالسعرات الحرارية التي تحوي عليها كل قطعة ماكارون. أعتقد قطعتين أو ثلاثة منه كافية، لأن في كل حبة ماكارون ما يزيد عن 120 سعرة حرارية. نحن الآن في أحد متاجر ساحة المادلين الباريسية، وسنتعرف على أسلوب جديد لتناول هذه الحلوى الفرنسية الطازجة. وجديد الفن في الطهي الفرنسي طريقة لأكل المادلين، وذلك بوضعها في قرن تماما كالبوضة وتباع في بعض أحياء باريس الراقية. المادلين نوع من الحلويات الفرنسية أصلها من الشرق الفرنسي، وتسمى هنا في باريس بالصدفة، ليست البحرية بل صدفة الأطفال، لأن شكلها يشبه الصدف. من الأفضل تناول المادلين في الصباح مع القهوة، أو مساء مع كوب الشاي أو الشوكولا الساخنة، لأنها مصنوعة من البيض والدقيق وقد تكون ثقيلة على المعدة أثناء النهار، خصوصا إذا كان الجو حارا. ليث بزاري، العربية، باريس.